يا جماعة، تحدي السرعة. يعني ايه؟ اللي تقدر تاكله؟ لا، تحدي السرعة اللي خلص الأول هو اللي هيكسب، ما شاء الله. والعقاب في آخر الفيديو. تمام، انتظرونا، شديد شديد. يلا نبدأ عشان مش نطول عليهم. يلا بسم نبدأ. الله الرحمن بسم الرحيم. الله. كشري بقى اهو يا سيدي، يا سيدي كشري المصري. الكشري الأصيل. كشري بقى ده ومكرونات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، عشان انت طبعا ايه كل على ما عشان تستطعمي، بس برضه ايه نخلص بسرعة. البصل بقى يا جماعة يا سيدي. نسيت والله. حرق ابيض، شطه نار. احنا تعمل دي شطة؟ انا هطلع كده وانت صغير. طبعا يا جماعة دي طبق جاهز، مش هنقدر نحط الصلصة عشان خاطر تبقى فريش، يعني الواحد لما اللي عاوز يحط. عامله كبير كبير خالص يا مولانا. عشان تاكل العقاب شديد، محدش يجر الفيديو. طبعا اوعى تجر الفيديو خالص. يا نهار ابيض، بس انت ايه رايك بالكشري؟ امان صراحة تسلم ايديك. تعرف انا ما كانش الاكل دي من زمان. والله بصراحة لا اسمح لها. هنا هي اللي قالت لي يا بس ماما انت كده عملتش. برضه المكرونة اللي هي السباجيتي دي كنت تكسرها شوية. هنكسرها على التلاتة. امال مالها؟ يا نهار ابيض نور. صدق الشطة تخلي الواحد يعرق. بصل كده بقى، النشا بتاعته رهيب. سامعين؟ تحفة بصراحة. مش هينفع كده. بقى ولع نار. ما بحطش الطبل. لو عاوزة تعملي زي كده مش مرتاحة في كده اعمليه. لا انا بحب بصراحة اخد يعني ايه كل شوية حاجة حاجة كده واقلب. بحب كده بصراحة. بس والله يعني مش مجاملة يا جماعة، كشري احسن من البابا. تحفة بصراحة. عمال ايديا وحياة عيني، اي خدمة يا بابا. بس اول مرة يعني اخلي الشطة تكون حرة كده. بس انت عامل كمية كبيرة ياما. بصراحة أنا بحب الكشري، فأنا قلت أحط كميات كبيرة كده، لأن أنا إيه من زمان مش كلناه على اشتياق يعني. حد بس زيزة أنت عبدالله حطيت شطة؟ لما بغرم الطبق كده ما بحبش شكل المكرونة تكون طويلة خالص كده. ما هو الكشري المصري معروف مكرونة والحاجات من دي بتبقى طويلة كده. الصراحة
الاكله لما تكون على اشتياك كده جميل. ما انت عاملاها ايه؟ طبعا كل حب. بس احسن حاجه انت حسبت صلصه بره لروحك كده عشان خاطر ايه؟ احنا طبيعتنا بنحب نحط صلصه لوحدها كده. دي ابو الزيت كله من بعرف هنا ابو هنا يا غالي. مش تنسينا يا حبايبنا بقى بالله كل الاشتراك عشان نكبر ليكوا احسن ناس في الدنيا كلها. طبعا يوميات امهنا والعيال. تعملك كبير كبير يا ايام. مش كنت متوقع ان انا اعمل الكمية دي كده. محدش يشارك الفيديو يا جماعه واسمعوا للاخر. تمام. العقاب شديد. شديد. اول مره نعمله في القناه. ظهر ترى مين منا اللي هيكسب؟ ما انا البطله مالها خستعت النهارده ليه كده؟ بطله التحديات. الشطه زي ما كنت بتعرجنا وبتخلينا احلى. انت مش بتحط شطه يا ابو هنا؟ انا حاسس ده قدامي 10 من ده حق بس الكلام كبير. شطه بتخلي الواحد ياكل. محدش يبقى يطلع يقول لي انت مجرب من الطبق يا ابو هنا؟ لا معلش دي كشري مصري وفي مكونات طويله. لا يعني ما بحبش حاجه تقع خالص عليا. لو اعرف اخد كمان مشكلة طولة المكرونة السباكيتي. الصراحة احنا بنحبها تكون طويلة شوية علشان خاطر يعني والله مقسمة الواحد على التلاتة. اقسمها اكتر من كده على ايه؟ سوبر. سوبر. مش عيد قدر يا ابو هنا. مش عيد قدر. الله الله ايه اللي حصل لك؟ والله العظيم مش عارفة مالي النهاردة. انا لسه جعان. كل انت براحتك. زعفابي. هتعاقب. زعفاب شديد. الله انت بلعب عليك مش قد جد. الصراحه الاكل جميل. تسلم ايديك بألف انا من زمان ما اكلتش. لو قلت لكم اكتر من سنه ما اكلتش كشري ده. والله اكتر من سنه فعلا. اكتر من سنه والله. والله ما كناه. ده استحاله. انا بنتي هي اللي قالت يا ماما اعملي لي كشري مصري نفسي فيه. قلت لها ماشي يا ماما هعمله لك. خش على قبعه السريع. خش على مكوبه. انسحبت يعني؟ انسحبت والله ما عاد قدر حقيقي. كمل بعد بقى ما خلص الفيديو. ما شاء الله انت لا انت كسبان عني بكتير ما شاء الله. لا ما هو فرق يا جماعه يعني هو ما شاء الله ده خلص وانا تلت الطبق يعني. ولسه والله جعان بعد الاكل هخلص. كمل. بعد العقاب ولا اللي الاول؟ لا عقب احنا لسه فيها كده. والله متحمس على العقاب؟ اعمل ايه؟ ما انت كده كده هتعاقب. ماشي يا باشا. انفتح ازاي دي؟ هي. افتح. انا اللي هفتحه لك كمان بيدي. يا لهوي يا نهار لا حرام عليك. العقاب ماشي يلا. انت في مره خليتي راسي تربنت من في بتاع العقاب بتاع الحله. ماشي. ايوه بتعمل رسمه قطه؟ يا نهار ابيض انا هنديه كده ولا ايه نزار؟ كده انت شبه البنوت كده. اهي شبه البنوت. انا كده هندي. السلام عليكم يا جماعه العقاب. يا نهار ابيض على مين بديكوا كده اللي عملوا فيا النهارده؟ يلا لازم نطول عليكم. يلا اشوفكم على خير ومع السلامه. مش تنسوا تشتركوا في القناه. مع السلامه. ايه فين اللايكات والاشتراكات؟ لا مش تنسوا بالله عليكم اللايك والاشتراك. احسن ناس في الدنيا كلها. وتفعيل الجرس بالله عليكم مش تنسوا اللايك. أهم حاجة اللايك. يعني أشوفكم على خير. مع السلامة. أحسن ناس في الدنيا كلها.